السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعاتي الغاليات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب. الاقتراح ديالنا ديال هذا النهار أو الوصفة ديالنا حريشات بدقيقة الشعير، كيجيو أكثر من رائعين، والخميرة البلدية الأعشاب المنسمة كيستحقوا التجربة. خليكم معايا أخواتي من الأول حتى الأخير، نشوفوا مع بعضياتنا الطريقة والمراحل ديال تحضير هذه الحريشات اللي كيجيو أكثر من رائعين، صحيين كيف قلت لكم البنات، بالخميرة البلدية وزيت الزيتون والاعشاب المنسمه، كيستحقوا تجربه، كيجيو ممتازين البنات وصحيين كنأكد عليها. الوقيته ديال البرد هذه نغيروا في الوصفات الصحيه ونحاولوا نحضروا مع بعضياتنا وجبات صحيه هكا تنفعنا وتنفع الاجسام ديالنا. خليكم معايا اخواتي من الاول حتى الاخير، نشوفوا مع بعضياتنا الطريقه والمراحل ديال تحضير هاد الحريشات هادو اللي كيجيو اكثر من رائعين الاخوات، كيستحقوا التجربه وكيف قلت صحيين. بسم الله على بركة الله. المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الحريشات ديال الشعير، عندي هنا كمية ديال الدقيق ديال الشعير على هاد الشكل، هذا الدقيق ديال الشعير ماشي البلبولة ديال الشعير، الدقيق ديال الشعير ولكن فيه واحد الحبيبات رقيقين، يعني ما مغربلش على الدرجة الأخيرة. خدوا الكمية اللي غادا تناسبكم، شوفوا معايا أنا كنفرغو باش يبان لكم هذا الدقيق ديال الشعير بحال هكا، ونوريكم مع القرب أكثر. البلبولة كتكون على هاد الشكل، هذا الدقيق ديال الشعير غير هويا ما مغربلش كيف كنقولوا على الدرجه الاخيره بحال هكا، هو غادي يبان لكم. شوفوا معايا هذا الدقيق ديال الشعير، غادي نخلي منه شويه باش نزيدو مع البلبوله كيف كنقولوا التقريصه، وغادي نضيف زيت الزيتون، يعني الزيت البلديه بسخاء، الوقيته ديالها هي هذه، والزيت بقى جديده باش ناخذوا شي حاجه اللي هي صحيه. عندي هنايا شويه ديال الملحه بطبيعه الحال، كلها وكيملح القياس ديالو، وغادي نفرك هذا الدقيق ديال الشعير بالزيت البلديه، اولا غادي نلبسو بالزيت البلديه، غادي نزيد لان عندي الكميه ديال الدقيق شويه كتير، يعني كناخدو شي حاجه اللي هي صحيه، كنحاول نلبس هاد الحبيبات. وشوفوا معايا البنات، نحاول نوريكم اكثر انها فيه ديك البلبوله الرقيقه، هاد الدقيق وفيه البلبوله الرقيقه كيف قلت راه ما مغربلش منيل. انا غادي نلبس هاد الحبيبات كاملين بزيت الزيتون اولا بزيت البلديه، وكل ما خصتني الزيت غادي نضيف، حتى كنلبس هاد الحبيبات اولا هاد الدقيق بزيت الزيتون مزيان. شوفوا معايا البنات غير اللون ديالها هكا بحال الزميته. وهنايا غادي نضيف واحد الكميه ديال هاد العشبه هذه اللي هي مرسيطه مجفه يعني يابسه. الاخوات حاولوا تقربوا الاسماء، الى كتعرف شي اخت شي اسم كيقولوا ليها في شي منطقه اخرى. هذه مرسيطه كتكون بحال هكا مجففه، نحاول نقرب لكم اكثر. مرسيطه كنجي وكنحكها، راه كتكون خضره يعني كتكون طريه بحالها بحال النعناع بحال هكا، كنحكها بين يديا. انا في هذه الوقيته البنات ما كنستغناش على هذه الاعشاب، هادو كيعجبوني بزاف، والنكهه ديال المرسيطه عزيزه عليا بزاف بزاف. كتعرفوا البنات كدير بها الحرشه، ان شاء الله نصايب بها معكم الحرشه وتكون طريه ملي نلقاها. ودابا غادي نضيف المكون اللي كيعجبني بزاف فيها حتى هو، اللي هو الخميره البلديه بالشعير. شوفوا البنات هذه صايبتها غير بالليل، وبغيت باش نصايب معكم هاد الحريشات هادو، كل ما خليتها والا غدا تزيد توجد كتر، غادي ندير منها واحد الكميه هنا الخميره البلديه بالشعير. ما بغيتش نتعطل على الاخت اللي طلباتها مني، غادي ندير واحد الكميه راه باقيه خاصها غاديه تزيد توجد كتر. شوف انا كنحطها بحال هكا بالشعير، نضيف واحد الكميه معقوله ديال الخميره بلديه بالشعير،
وغادي نخلي هذه حتى غادي نزيد عليها. اخوات لمجد الخميره البلديه بالقمح نفس الطريقه ديروها، يعني الاخوات معايا راهم جربوا الخميره البلديه اللي بالقمح ونالت الاستحسان ديالهم الحمد لله وفرحوا بها، يكملوا المرحله او الوصفه بنفس الطريقه. يعني درت واحد الكميه شويه بزايد، واللي بغى يديرها غير بالخميره عاديه يعني الخميره المعجونه ممكن. انا موجدها او لا كيف قلت وعدت بها واحد الاخت هنا طريف ديال التمر لانه كيكون في الخميره البلديه. وغادي نبدا نجمع في الخليط ديالي بالماء دافي، حاولوا انكم تدفيو الماء شويه لان الخميره البلديه شويه بارده بحال هكا، وفي نفس الوقت ما كيكونش سخون بزاف، كتعرفوا ان الشعير كيتشرب غير برؤوس الاصابع بحال هكا، وكيف كنقول كنديروا الصبيعات ديالنا بحال شي فوي ما ندلكوش. نحاول نوصل الصباع ديالي حتى القاعده بحال هكا. كيف قلت البنات انا الخميره البلديه وجدتها غير بحال البارح في العشيه، واليوم الصباح انا كنوجدهم الفطور، وكل ما خليته الخميره البلديه الا وهي كتزيد كيف كنقولوا كتطلع. غادي نخلي هاد الخليط ديالي هنا يتشرب، شفتوا معايا كيفاش درتها البنات خفيفه، غادي نغطيها ونخليها كتشرب. كيف كنقول دائما نمشيو نوجدوا شي بريريت ديال اتاي، صافي كنلقى الخليط ديالي ديال الحرشه واجد على هاد الشكل. غادي نغطيه ونخليها على جنب حتى كيتشرب وندوزو باش نطيبوها مع بعضياتنا. غادي نغطيها غير بحال هكا ونخليها على جنب. هاد الوقيته اللي غادي نحيدها غادي ندوز نصايب نكمل هنايا هاد الخميره بلديه، فرصه انني نوريكم كيفاش كندير ليها، يعني مادام انني غادي نصايبها ونخليها على جنب غادي نصايبها قدامكم. دابا هاد العمليه هادي غادي تنفع الاخوات اللي جربوا الخميره البلديه بالقمح الكامل، يعني نفس الطريقه نفس الطريقه، وان شاء الله نعود نشارك معكم حتى هذه ديال الشعير. يعني عندي هنايا كميه ديال الدقيق ديال الشعير وكنضيفوا الخليط اللي تبقى ليا، غادي نضيف شويه ديال الماء وكنخلط. معلقه ديال العود يكون احسن البنات. صافي وكنخليها على جنب كتفاعل وكتولي عندي الخميره البلديه بالشعير. طبيعه الحال كنخليوها في مكان اللي هو دافي من الاحسن خصوصا وقت البرد هذا. انا درت غير واحد الكميه قليله هنايا باش نوريها لكم، منين غادي تفاعل نوريها لكم. وهنايا بغيت نخلي لكم هذا المقطع هذا من الخميره البلديه بالشعير بعد ما تفاعلات. شوفوا معايا يومان كانت واجده والجو بارد، حنا دابا في الجو بارد اولا الحال بارد كتجي على هذا الشكل. نفس المراحل ديال تحضير الخميره البلديه بالقمح الكامل درتها بالشعير، وان شاء الله الا بغيتوا نعاود معكم الوصفه ما كاين حتى شي مشكل على الراس والعين. الرابط ديال طريقتي في تحضير الخميره البلديه بدقيق القمح الكامل ان شاء الله غتلقاوه في صندوق الوصف. وصفه ناجحه بشهاده الاخوات اللي جربوها نالت الاستحسان ديالهم. وهنايا على جنب عندي البلبوله الرقيقه هي هذه، غادي نضيف ليها كميه ديال الدقيق نيت ديال الشعير. كيبقى لكم الاختيار بغيتوا ديروا البلبوله بوحديتها بغيتوا تخلطوهم بحال هكا. والحرشه ديالي ديال الشعير هنايا تشربات اولا خمرات واحد شويه، يعني حتى كتشرب مزيان وخا هكا كي تبقى شويه خفيفه. وكنبدا نهز كويرات بحال هكا وكنحطهم هنا في هاد الخليط هذا. كل ما بقات خفيفه الا كتعطينا واحد النتيجه زوينه بحال هكا. وكنحط انا غادي ندير غير واحد ثلاثه هكا باش نوريكم. والمقله عندي كتكون كتسخن، يعني المقله الثقيله ديال الوجده كتكون كتسخن، نحاول ما ندخلش ليها في الداخل غير بهذه الطريقه هذه. وكنحط نعاود معكم وحيدة أخرى باش تكون باينة بحال هكا. هنا غسلت يديا يعني باش ما يكونش ليا فيها الخليط ديال الدقيق ديال الشعير بحال هكا، وكنحطها وكنبقى نلبسها بهذه الطريقة
غادي ندوزو دابا نطيبوهم مع بعضياتنا. المقلاة كيف قلت البنات راها سخونة، وهنايا المقلاة ديالي درتها كتسخن، كندهن هاك واحد شوية ديال زيت نباتية، غير واحد الدهنة خفيفة بحال هكا، وكناخد السيركل ديالي هو هذا ديال الحرشة، وكنحط فيه هاد الحريشة بسم الله، وغادي نضغط عليها بهاد السيركل بهاد القفيلة هادي بحال هكا، وانا كنقاد فيها. حاولوا البنات انكم ديروا حريشات يكونوا شويه رقاق باش كيطيبوا لينا مزيان، كونوا مقرملين كيف كنقولوا. وكنحيد السيركل ديالي ونعاود نحط واحده اخرى هنايا، وكنقاد دائما بالاستعانه بهاد القفيله هذه كتقاد لينا الحريشات كيف كنقولوا، كتجيبهم لينا عبار بهذه الطريقه. وكنهز ونعاود نجي هنايا تاني ونحط وحيدة اخرى، كيجي ولداد البنات هاد الحريشات هادو كيجي ولداد بزاف. وكنبقى غادا بنفس الطريقه حتى كنسالي، ما كنديرهمش كلهم كويرات دفعه واحده، علاش؟ باش ما ينشفوش معانا. بعد ما نبغي نقلب هادو كتجيني سهله. هذا غير باش كيعاوننا نديرو حريشات مقادين. كنخليهم غير يقبطوا راسهم وكنبدا نقلبهم بهذه الطريقه هذه. شوفوا معايا كيفاش كيكونوا ساهلين انهم يتقلبوا بحال هكا. شوفوا اللون ديالهم البنات على هذا الشكل. كنبقى غادا معاهم حتى كان يتحمروا من الجهات بجوج. كي قلت لكم البنات كنبقى نقلب فيهم حتى كنحصل على واحد اللون اللي هو ذهبي، وكيكونوا محمرين على هذا الشكل هذا. ما نقولش لكم الاخوات الريحه ديال مرسيطه وزيت الزيتون والخميره البلديه شي حاجه اللي هي صحيه والمذاق اكثر من رائع. الا ما توفرتش لكم مرسيطه ممكن ديروا شويه ديال الزعتر. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي، نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات اللي صايبنا مع بعضياتنا بدقيق الشعير الاعشاب المنسمه وزيت الزيتون، كيجيو اكثر من رائعين وصحيين للفطور. هكا كنكونوا خدينا شي حاجه اللي هي صحيه ونبداو بها الصباح ديالنا، فعلا كيستحقوا تجربه كيجيو ممتازين. الاخوات الى عجبكم بحال هذه الاقتراحات ان شاء الله نشارك معكم العديد من الاقتراحات ديال الحريشات منسمين باعشاب يعني مختلفه. ان شاء الله كنتمنى هذا الاقتراح ينال استحسانكم. فاش كنبغيو ناخذوا هاد الحريشات كنزيدو نسقيهم بزيت الزيتون، وهكا كنكونوا خدينا شي حاجه اللي كيف قلت صحيه. وهنايا درت هادو عريشات ديال الزعتره كنسم بهم زيت البلديه اولا زيت الزيتون. واكيد الى عجبكم اقتراح ديال هاد النهار او الوصفه ديال هاد النهار ما تبخلوش عليا بلايك للتشجيع فضلا وليس امرا. اخواتي في الله خليت لكم الراحه، في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.